الذنوب يا رب لا تخدع رجانا. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه، يا رب يا سامع دعانا، يا رب بلغنا نزورا. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم، يا رب في أجرنا من عذابك. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب يا رب وارزقنا الشهادة، يا رب حفظنا بالسعادة. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب وارزقنا الشهادة، يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب واصلح كل مصلح، يا رب واغفر كل مؤذي. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب نختم بالمشفع، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أخوات الإسلام والإيمان، أحييكم بتحية الإسلام ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبحمد الله نحن نحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة المباركة، ونحن نرحب جميع الإخوة الحاضرين الضيوف الكرام الصوماليين والأوغنديين معا. إخوة الإسلام والإيمان، هذه ليلة عظيمة، ليلة نحتفل بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم. إخوة الأعزاء، أن يكون معنا الشيخ الفاضل شيخ محي الدين حسن أيال، وهو يحاضر لنا محاضرة حول احتفال مولد الرسول صلى الله عليه وسلم. وندعو الله تعالى أن ينفعنا بهذه الموعظة الحسنة، وجزاه الله عنا خير الجزاء. إخوة الإسلام، إن شاء الله تعالى عاوة وحن يسووني من حفلة مولد النبي عليه الصلاة والسلام، وأهبين هذه هذا قيمة بدل إلى ما نقوم هذا علينا إن سبحانه وتعالى نوافجيه منك في مهله إلى أن نسووني بعضنا مكان كان في مهله أن الله جوابنا مغالبا كمبالا وعن كفر حسنا كسوق القلق إن هذه الكون قيمة بدل يقدرت أضوها إسان مولد النبي عليه الصلاة والسلام. وحن رجلنا إن علماء الدين الله يضعيني كهضلان حفلة سنة يعاوة إن قتل جن دونان وعلي عن هذه الفترة وجعل لها عدي اتفادة كذلك اتفادة إن الفريسته ماشي بنان ووو ترك لي أرأي علماء الدين فضيلة إسكالة فريسين دوران إن شاء الله تعالى. آدي آدي لو نميستوا عدقا وحد إن شاء الله تعالى كسودة وين دونا شيخة إنت أنا كسودة وين وحد وبعد عينينا يا دمان ذاتكي عندك بيستين حفلة انتماع بدلين يدعوه وحان كأوسي كرنا ذاتك أسخيرا هذا كان عصر أول صوماليات. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا،
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. صلوات ربي وسلامه عليك يا رسول الله، يا سيدي يا أبا القاسم، أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وكشفت الغمة وجاهدت في الله حق جهاده حتى أتاك اليقين. صلوات ربه وسلامه عليك يا رسول الله. نحن نحتفل في هذه الليلة المباركة بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ويقول سبحانه وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. ليلة أمرك هذا مباركة يعني جورنا أما بشان بشا يعني ليلة هذا شهر ربيع الأول وبشا نبي عليه الصلاة والسلام وكشيره إلهي سبحانه وتعالى قرآن كوح قوة رمالية: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أبكي وإلي إلهي على موين كيسي شعائرت وحوي وعلامات دين الله إلهي دين كيسا وحيالها أستانت ويأبوابونا يواوي أبكي وإلي فإنها من تقوى القلوب. فإن تعظيمها شعائرت النعاس لويني من تقوى القلوب قلوب تعبسين إلى أي كمتاعي مرك النبي عليه الصلاة والسلام الله احتفاله هبينك النبي عليه الصلاة والسلام ونشي أما بشي النبي عليه الصلاة والسلام ونشي وشي علامة وأستان ديني ويوي هذا آيات المركة صلى الله عليه وسلم وحاولي وحالك قالنا هي علماء أقوى شهودي هذا آيات ومن يعظم شعائر الله إنك الصوء يكسو دفتي مناسك تحتك يكسو دفتي لكن قاعد ورمض ويسوى بغسيه ما وحيته العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب معناها شيء وحال غفيرنا هي رفضك عام نبديسي لكن سببت مركور وكسو دقي لغفيرنا هي ولذا دلاد روح على الكيسة شيخ عالمك هاي وينا والعالم الرباني إمام النووي الأورنجري ومركا فضلي سايس هو فقسيهين موافق ومخالف مدي يعني كملها بي مدى كملها بهاي كتاب كيسا رياض الصالحين مركي يعني وكهل لهاي باب قصاب سنباب تعظيم حرمات المسلمين مسلمين تامن مؤمنين تا باب تعظيم حرمات المؤمنين مؤمنين تا حرموا يكود إلا وينيو باب كاس مركي رياضك وعقلي وحياله أدر إنسان وحكم إلى آيات ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فإذا كان تعظيم حرمة المسلمين شعيرة من شعائر الله فكيف يكون تعظيم حرمة سيد الخلق وأكرمهم على الله سبحانه وتعالى مركا هذه حرمة المسلمين فإلا وإليه إمام النووي هو أركى شعيرة ومسلمين يعني إلهي شعائر في سكن ذهن أيتهاي مسلم كحرمة سيد الله وإليه هذا النبي محمد حرمة سيد الله وإليه بحق مغير سيد الله وإليه نبي وحوه مخلوق وابن سيد كيسيها يا صوى صوى استماعها يا لها أنا سيد الخلق أنا مخلوق ونبا سيد خوذيها أنا أكرم الأولين والآخرين على الله ولا فخر أنا وحنا يكوي هوي يكوي دمبي نتك وكرا مرقبا على الله عند الله إلا يحتس آيات عن احتفال كالنبي توسلام وحا وقود الإنساني شيخ بحر الغم العابو كتاب كسيرة مجلد كأولية بحر وحد وحا نمرين هيا ولا دون صرفها قليل كوية قانيرا محجف نواها بحر مركا أصوه
مولد كنبغا مرقو الاحتفال كوكار رايو آيات داسو بالله عنه صلاتا إلهي سبحانه وتعالى وبكره قرآن كوكيري قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا ذاتك وحا قتل هذا بفضل الله إلهي فلبقيسي هي ورحمته إلهي نحرستيسا فبذلك فليفرحوا فضلك إلهي هي نحرستا إلهي ذاتك وحا قفحه أدى النبي محمد عليه الصلاة والسلام رحمة أيها إلهي نحرسه صادره ولما آيات اللفت جيده رحمة إنني اللوغة جيدة وعلوغة فصيري وإمامك السيود الليلاد تفسيرك أولي وأبدر المنصور الليلاد سيود هدواء تغانير حافظ وإنبوها وحفاظ مسلمين تكمل أيوها قرني إتبنى البجوري كتاب مركة أولي الليلاد تفسير الليلاد أبدر المنصور كتاب كاسمك أولي مقصو قال تفسير أثري وحياري قرآن كاللوغة فصيري وما حديث النبي عليه الصلاة والسلام كسو عرورتي أما أبواشي صحابنا أما كوي تابعين أما كوي سلف قواري مالك أول كسو يقولون هيا صحابه اللورنجر عبد الله بن عباس اللورنجر حبر أمة أمة عالم كيريوها وأمة عابة ترجمان القرآن قرآن كمفسر كي سواها والنبي عليه الصلاة والسلام وقتعيه ومالك أولي اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل إلى الدين تفهم سيبه إلى تفسير القرآن كنظر آيات الملكي مفسرها يروي فضل الله على علم ورحمته محمد صلى الله عليه وسلم إلى فضله سوحه وعلمه قوي وآيات المقصر قال نحريست إلى آيات الشيختين وحوه وأنبي محمد عليه الصلاة والسلام يمشي مرجع الله الدين نبي محمد مقشى جيرو إلهي نحريس تسيرو إلهي وآيات لفتي هذا الغفر سير حمد النبي محمد اللي وجهه هذا ما إلهي ما أمر مر وحير فبذلك فليفرحوا فضل جاء إلهي أن حريس تاس إلهي وإدين كانوا وإدين صدر النبي محمد كفر حوا أن النبي يقول رحمه يا القرآن كوات ملك الوعدي وإلهي وحير وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين نبي محمد وكما أن نصوت بويري إلا أليه ومخلوقا نحريس وأهمان نبي ومركو ولبا عالم قرن بالا قادر حتى لما أرم بما آدم لما أرم إسكي جنه قال وما خصيصي عالم قرن بأن نبي عليه الصلاة والسلام ونحريس وها سيدو عالم قرن بالنذير وقوها يقران كإلهي وكويري تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا نبو عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم إنما أنا رحمة مهدى أروا عن هيبوه نحريس عالم كان هدية هل وسيل وحاول فحنا دار كيسا نبي حتى رحمة السرع عجيب وطاي الدوية لوحبا لما يصور اسمي نبي محمد مركي رسول صاري كالبعدي وهي هذا أنت المادي قاحل لقال قاري ورسالة النبي محمد تجد ايتم ويقول رضي الله مجري جري مراكيب مجري طليفة مجري بابور مجري نوح الله يستعمال عيو فرق واحد أرغي سنبه عليه الصلاة والسلام حديث صحيح البخاري يقول لي إني أعطيت خزائن الأرض مفاتيح خزائن الأرض أنا واحد ليسيه يقول لي ملك خزن له سفرياش وجبال ليسيه أبو هريرة كان لها يبرواقوي بدل من يجلاش سهل بالله إلهي تذكرون أخرها وأنتم تنتقرونها حتى هذا الصوب حي سامي لها يقول لها مالك هذا برواق ودنبع صدع مفتاح وها دويلة عمر فلا بدنبع سوى جدي ومالك يعني سوى سعود وحسوا دنبع ما قاعدين ولما واحد الروقي هذا لقوة الله وحيالها صنعوني كواحد إلى هذا كل أساس هو مسلم قاتل الله دولة مسلم كمالك يحوق لها ولو إن كان غير يرمي وحيالها نيو حضارة الإسلام خير لوري ومرك إسلام كله ضعيفة معانا وحيالها مفاتيح جودي هوري حتى أنا يسود يجري مكتوبة قاركو وأطفال كيسايو هذا كتاب عن فاركي كتاب كان هدي اللي قلها هذا وفي المعاني أروسي واحد مسلمين تو أي سمية رضي يا ربي وانت صالوف هو ذا ساو هاليسا مرقاسي هاد بصون على سو كتاب قوة قد رهي وحاسي على السمية أنا مرأي معايين عندما يسترنام دورنا هذا ليش يمرأي سمية رمانتك يعني وعلا كيسا
ساعدها لفتي ولا ساعدها لفتي الإسلام كأوري وحيا رب الله نوعان مركب ولي كان حضارة دي بين تلو وليين بعلوم مكاك بعد سور مرية وأن حريست النبو عليه الصلاة والسلام عالم كووك يا نبي كم نتاعي وران كلفتي قيسنا إلهي وكل شارع أدى أيدي إلهي والله والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخرج ما لا تعلم إلهي يقول لي إلهي فردية أصلا أومي ضميره وإلهي أومي بقشي وإلهي أومي محلو سنية إن هذا ركو خلقتا إن الزينة خلقتا ركو حرق وطار إلا فردها يبغشة وركو حرق وطار مركا أول إلهي ماضي مكعب إلها يا آيات يا آيات يكون رأيه كو عطفان إذن خلق باس وسرتي هو مركا قلت له ويخلق ما لا تعلمه وحيننا أبينا وبدعا وحيننا أبينا وركوب يزين الله استعماله مفسرين تولى واحد أركيسا اللي واحد مصوص وطار ده الربا هيا الله قرم هيا وحي كعب دي جري أشياء عجيبة هيا ويا بضمي وحيا لها صا أروح عن هدى على جميل لفتي وليوي وقران جميل لفتي يسوى أشاره وحي كمتا وحي يا رباني يا أي كمتا مرك النبو عليه الصلاة والسلام وحا هدنا نبي مر ليلي ألا تدعو على المشركين قال الله النبي وموادن حبارين بعد نبي الرؤية نبو مركا ويدي دولو ليلي إنما بعثت رحمة ولم أبعث لعانا بها أنا أقول الله يسوس على أنا أقول أن حريصة لأي مصر حبارة عانا لأي مصر درين بويلة أنا أقول الله عمره وحبارة مرك النبي عليه الصلاة والسلام عادي سباه إن قال الله يو حباره وعلى رجلي هو حريصة وحن مرك السمية يبعتوين خطالة مرك الإسلام كون قيسة سنة مرك القرابي تطلعتا كهوائيين أو يتوكّي سنة مرّك إن رجع مكّب دبّا الله كسر صارين يوم، لكن نبي يقول إن تبلاه هداية أيدك كوجود عين جري شأن يجي سماهن، لكن مرّك خلاصات يعني بعد تبلاه المسلمين توجد سال، وهذا يجي النبي عليه الصلاة والسلام. مرّك النبي كان حريصي سمرّك صلاة سياحي رو عامة، نبي كان بولد كيس عليه الصلاة والسلام، قال وفرحه وحويلا بدل بالويلاية، وحاجده حديث محدثين توي وريين. أول مسوى قاضي كتبه حديث كيسير له ورجع وليه وكم ديهاي إمام كعبد الرزاق صنعاني وحافظ كصنعاني هي بخاري هي بروها عالم ككلي أصور المحدث كإسماعيل اللي جده هذا دصلا أسمك وحياه هاي نبي عليه الصلاة والسلام أدركي س عباس ابن عبد المطلبها أيه وقر يود أبو لهب أبو لهب وأتكور قبطان النبي عليه الصلاة والسلام منه بيلي وقال تبدأ النبي قوقه سي صورتنا دراد يقصه دكتور إلهي الله تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد إلهي الله مرك رويلا مرك وقاركي أيوم مرك ورئيستي ولا الكيس وقول لها بحب ورئيست وحبيل بالحالة هذا يغور إلا ولم يقول أنه نارك لي أبو الله مرك محبيل وحبيل لما ألقى خيرا بعدكم غير أني سقيت في هذه بعتاقي طويبتا وإنه ليخفف علي في كل يوم اثنين وحبيل أنو جلاشي وحيرا لبطل مني سنة أنو جريوري وأدوية أنو ربحي وحيرا لبطل مني دواء إلا نارتي بقرأي مكت لكن وحو يرمد عن أيا وحا لا يقوى رابيا وحو شعري نغرم الصور كيسا ماشا يرتا يقود أو صورك ماشا عصا لا يقوى رابيا بيا انتا لك أمير إبن ونارتي بيا بيا انتا لك ونارتي قدين دوتا قلب بيا مهران محارا ليسي يبو يلي خرايمتي سويبان خريي سويبان اصوحي النبي عليه ادونا سبب ليه مرك النبي مركي و دشاي الى النبي ولاكي با دراي موقته وري ابو لهب يسقبه با هي يا ابو طالب النبي هي اساسا فيناي مركا النبي ابيي مركا مركي اي تو تيميد ادونتاس اي تي ولاكا عبد الله ويل با و دشاي عبد الله انا وادنتو النبي هويدي سوور كوسا اوركي سلام ودي بو انت كو فرحاي هو غير حربة هاي بوي، وهم راع أمري النبي غير يقول جسائيه، دون. أريم تاس مرك فرح حاس النبي قدر شيء سووه فرحه، أيه هو يربي يوم ما شاء الله يجوا ورا بيا بوي،
وها كراها دنان هرابوي هبين كستو اسنينا مالين كستو اسنينا واحد يقول لك ولا شيء على قول لك فوضى يا ابو ما تعرف تحكي لا وين هو شيء مكتوب هاي ما حتى ورنا يا قصه سوى عجيبه ما هذا قولك هذا ورا لها وهود ابو طالب بن شيخ دونا ونبغى تخفيف نعرف كده يقول مسلمي البخاري مسلم تبارك الله يا نيجي هذا من دار رؤيا عند وعين وقول لي ليش تاسف في هذا سوى صوتا مالك أرين تاس مسلم يوسف أكو هلا نتاس بشارة لاسير تا ونبي قد لشان يسأله ودم شيء دبوا قيسي أنا لقى شيء بين كده ونبي يروح قيسي لكن فرحتي النبي عليه الصلاة والسلام بلشان سوى كفر حاجة أيوة الله أرين تاس وكو هلا أقول لا عنك عارف تصدق ولا نبي واحد نبي مركي دمار رسولك وقدرك وقوي رأي طريق مركي نبي ومره قدرك وقوي هذا قولوا لا إله إلا الله تفلحوا لا إله إلا الله إلا هذا وادي لبان إسان قرنج الوابيل في سهر عين مورنج مر واحد جل نبي قنتو يا قريش ودنا قبيل قبيل وقوي رأي ومرك أول من وقوي رأي وشيغو إني نذير لكم بين يدي علام شديد مرك أولاد كويري تبا لك لهذا جمعتنا خسارة خصوصا في ما أنت أنا مقوم بسنوية، بات إلى سوق الجبال يورها تبت يدا أبي لها من وتب ما أنا عرو ما له ما قصر، من كاس والو أبا المريين فرح النبي عليه الصلاة والسلام ولا دني سوق فرحي، مرك هدي قال الو أبا المريين ده لشان النبي جو كفر حي، أنا هو مسلم محاضر ما ينس، النبي أنا كفر إحنا مو أنا بكدوني، أنت هاس لما علماء خفاف اللي كملا. وحال لو رنجر حافظ الشام ملكا هذا سوريا يا فلسطين يا أردن يا لأي قانو إرام ماشا يهود لأي دختو ملكا سجوه جل ملكا سواه ورشام لو رنجر حافظك ماشا يدوغوها محمد ابن ناصر الدين با لو رنجر ودمشق قصال عمركو كورا ما يقول بالله إذا كان هذا كافرا جاء دمه وتبت يداه في الجحيم مخلدا أتى أنه في يوم الاثنين دائما يخفف عنه للسرور بأحمد فما الظن بالعبد الذي كان عمره بأحمد مسرورا ومات موحدا ويقول كان هدي قالوا لي هاي وهي إذا ردي سؤالتين إلا قرآن قالوا عبيه لبني سقعموا جلكي صور لنا جهنما يكون خسارين أصوى قوار هيا مرك هو تبت قارو يقولي قارنا بتبت يقولي ومرك هذا هذا رئيس صورة تبت يقولي هذه مرك أي تبت بويري مارنتا اثنينتا عذاب كريم وغفل ضينا هي فرح نبي محمد وكفر هي أحمد نبي محمد قال إلى رئيس قبل ما هذا ما لنا إسلام بوي أظن كي عبري صوتا نبي محمد كفر حسنا أسوى إلهي كلي على هيرا بنتي كان هذا ما لنا إسلام يا سو ما لنا هذا هو الرواية الرسكة المحوى أمانة الرسكة قضية لأنه من المولد كي سيارو فرحين الليلة أيام مركة للرواة واكو عاو مركة حتى محاضرة لنا نجيرين إنه وحن رمنا إنا لبا موضوع كهذا موضوع وحن حولا يركتابنا إنا احتفال النبي عليه الصلاة والسلام وحيالها ما أخذها يا عرمض وإيكا قالين ضيب كبيرا كو ولما هذا موضوع عاو آتر كيسو سالمين إنك سواء ما ربنا كذا هذا لا لكن ليس كم براءة هاي وعجلوا ذي دبيه لكن أجله وانظر بنا وحبنا كتابنا إن مهمة موضوع الرواد وأن كهلا إن وحوله بلد كان هذا أنجوله أجله احتفال كقول عيالين سهرة يسوق عادي أبدا إن من كان احتفال كأيدي له شقائق الكتير وبريها نسوق على سنة هدية ليلة هذا وأن كهلا كوم وتاسم حياة وحي الأهلان نبي محمد أبيه يريد أهلنا أربعة سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الحياة والله عليم حكيم مركا ولما تركيز كموضوع عظم بأن أبو صالح دوننا كان هذا المركا وحق صوره المرة قلت شيء لا احتفالك لهم أقعابه وشيء إسلام في المدد والمودي إلا وحوى يقرني إلا حال رسول بالله أواخر تيس مسلم كو احتفال كاسدا سبقي يا يواحى النبي عليه السلام رقا آدوا إلا يواحى كمنا من مريق ومضفر ليلا ورقا تواريخ دوا يسوق على ابن كثير يدين
الوليب المشهد أنه أهان إمام عادل أه ودون جيريوري هنجلد مركي هاي لأبغل يصدر بجيريوري وليب أنك عاد مغشين أو صلاح الدين الأيوبي المجاهد كاها وأنك يعني بيت المقدس منك فرطيب وها تاريخ بسلوية قاعدنا قبل بسوقة ملك المضافة بعد وين سقوي وليب أصول المجاهد أه أيوب جيريوري ما سمع صوم جاهد أصول المجاهد أه أيوب جيريوري إنك هاسمرك أدبو بجيري ورمضنا محوى هاسوى البيون أنجيري هذا شيخ لي لها لابر شام وعصاك وقتها هذا ليس واحد كمذا كتاب الله وفقره ومن أحسن ما افتدع في زماننا هذا وحا وقتي يا نالا بالله وحا أبوين كمذا وحا كمذا وحا صوقها الاحتفال كان لك عليه الصلاة والسلام مرك الشيء هو الأكسن هورت سيدي سئلا بالله إريد أن نبيك عليه الصلاة والسلام بافوري طب بعضاتك واحد مشاكية وحا نبيك مياه سبيه سيدي سوى وحا والأكسن نبي محمد بعينه مصنع يا شرق ما سغى فوري حديث صحيح هو مسلم وليه نبي مرد كله من صنى سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعد من غير أن ينقص من أجورهم شيء قفكي ودوى الأكسن ذاتك أجلية استلانك معنوها وحا أبوك باللوضي وهي أجر بات كيه ليس عندك قرر على أجر كيه دانا وارد هذا واحد صحيح ومسلم ولي ربما المركة احتفال كمركة كان لها إيه ما أخذ بي مركة فيريا قرر وميل بيك غاك بغفاتي هذا فيري وكان حافظ إقوالين المحدثة وابن الحاج اللي إلهاله كتاب كيسا مدخل اللي إلهاله وهي الاحتفال كنبي وحا لغا دارن كرابه نبو عليه الصلاة والسلام أسايا أيام موجيه ما لم تقول شيء إلا وإليه محايا لمسلم بأوله وليه نبي عليه الصلاة والسلام إسلين تصوم جري إلا ويديه اللي إلي نبي وما لم تقول إسلين تمحاد صمتا نبو مركا أولك هو جوابه ذلك يوم ولدت فيه ويوم بعثت فيه أو أنزل علي الوحي فيه ما لم تأسوا ما لم يقرأي وما لم تأسوا صوم نبو تعليمين هكي وأنا ما رنتي الله يصوت لي أما وحي قال لي يسوع من جيل النبي عليه السلام أسأل أنا مو جبير إلا تعليمي ما رنتي فكما في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم عليه هذا أنا أنا ولا تعليم منه وبشي النبي عليه الصلاة والسلام وقال لي ولا أنا تعليم ولا نعلم منه هذا هو ما أخذ مقر هاي المحل ولا دي هاي النبي قال لي سيسا أيام ما إشارة بروت ما وحيارها ورمضان يصوت على المحاكم بروت مثلا هذا ابن حجر العسقلاني اصوره سوق على اصلها وقدكتا يوم عاشوراء مكي بسوناي نبي عليه الصلاه والسلام مدينه مكي وغلي وقرويك يهود يا عاشوراء سوناي مكي نبي وارتي اي و خوي ما حد سوميس عاشوراء كاس لها يراد هذا يوم انجل الله فيه موسى واغرق فيه فرعون كان وامر الاله موسى وكبباديه فرعون هو كوافيه فنحن نسوق شكرا أمرك محمد الله بالسلمين نبقوا عليه الصلاة والسلام وإذا هذا لو أدوا حتى لو كان الله يقول لي أبو حديث ناس بخاري مسلم أولياء رأي حتى إمام أحمد وولي الله يوحي كذي هذه هنا يقول شيئا المالين تاني مالين وانا أكسامي لي تاني ومالين تي وحي إلى هذه استوت صفينة نوح على الجودي لي من القرآن كما قصوا قالوا نبي نوح الدوام تيسي ومدى مركي لها لكن هاي إعدادك مسلمين تاني الله ساري بورت جودي قال لي لها ما أنت يكون طلع كاتر وي ما كان نبي موسى يا نبي مخدع شكر يا موسى أنا ولا سوم النبي ما رخي سلا أصنبي لا يكون إذا هذا نبي محمد مزوج نحن أحق بموسى منكم فصامه رسول الله وعمل الناس فيها فأنا قال لكم نحن أولى بموسى منكم نبي موسى أنا جاي بكحيل نوري أدوك قالتين ما كان نبغى وصاب دفتك هنا في حلاصه هذا ما أنت عن نبي موسى نعمة إلى عين وفوق الأتقوى إلى إنسان هذا أنا قال إني خلنا نبغى نبغى الأتقوى إلى إنسان من الله عليه الصلاة والسلام هذا هذا أم بيا دي سار وتعذيب من هاي نعمة إلى عين وسيا دراده أصروا أم بيا وهو إلى برد أنا نصي بورس في سار تعذيب من الله ما أنا يا من روح ما من روح بادلة سواه ولا نسمع هذا الله أمر خصوصا هذا شيخ الليلة على جلال السيودي كتاب لي الحال من الفتاوى ظروفه ورانا هيا أنا قلبت إلي ووحن مولد كوه ليبوي أصل كرار الله يقع لنا هيا مالك أصل كعلمة ملاك لنا ويكسو قادة هو محي حديث الطبراني وورينا هيا كتاب كيسا أوسط كالليلة هذا صدح معجبه لي يا معجبه الكبير يا صغير يا أوسط
وحنا كلا حديث كورنا هي بيهق بأسمان كيس كورنا هي حديث كصورها أنه صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه في يوم مولده نبي يا أيها نفسي سوّد كسب يا وقلاو وقلا شاس روحه كم يا جمارتي وبشري المرح إلى واحد معلوم للعبية نبي مرخو بشري إن وقلا الله قدري وروجيس إيوه هذا من الحقيقة لو شيء معروفة العرب تواح السماد جير بق مرخ الله سوى وين النبي أن مرخ روحه وقت هذا وينين نبي مولد كيس وينين هذيو حتى وحي وعلى القلب كذا والله شهد النبي حتى وجوه صنعه وخده هاي اللي مو معرفة هذا الشيء لقمة هدية معرفة هذا الشيء معرفة خط الضوارة أو كذا هي لقمة هدية كل مركز النبي هو قلب بوه انتقى لي بوه لقمة هدية معرفة وده شو سنين تاعي فيه هو تعليم سنو معرفة وده شيء صومه أو كذا حتى أنا معرفة وده شيء حاول قلبه أو كذا سال سبيل الله عليه السلام أنا ومركز النبي عليه السلام إنا نتعدي منه وحتى حوراء قلبه وأن صدقت في النواح لك لبها هي إلهي سبحانه وتعالى مروا دفل البادية إلهي وكوره دفك أعرابتها إن مروتها حق الدينك أدل وغفقين ما كي قالها هاي الناس كما قال حتى إسلامي البادية ومروتها أقومت وذنت بضم وعيرتها وعن أقلب سيدي أيضا إلهي المكوير الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر الله يعلم حدود ما أنزل الله إباديه غير أيها قد ربه إلى قال لماذا يا منافق لماذا أيها على كهب وحيالها إلهي وسود الجيه حدود سئنا ليقول أيها لماذا هذا لو تقول ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر إباديه وحكم له كو وحا يبقى إبحين هيان كان يجرى هي مكتوب هذه هذا حوار بحية نبغى نغير هذا أو كذا يوحى مقارن كن كسارة ويتربص بكم الدوائر وأقوم رافقة الإسلام في روس الدوائر وحين يجي لسوا إلى بلد وريميس أرجو أن هذا وحى رجلي وحى لي قف يهدو إنتهى البادية وحشة ربنا عايز الصوت على وحى لي على عايز صدح على خير عايز صدح على حياة ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول بباديع وحاكملة كوار مين هي إلهي مارين تديانش ووحي أيام بحين هي أنكب إلى هي وحي إلهي مهودة وعلى أدنك سعادي سنة يطهر الله وقرانك يا طفيري هذا ما أنت وابلين دي تري أنا صلقات بحنه أنه إلهي مهودة وعلى أدنك سعادي شفاعة ديسة إلا دعاء النبي هو شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام يطهر الله وآية قرآن فيك سمعت قال مركه ما اخذت عروضه ويضمنا وحيالها مركه وسوق على واحد تمر اه قلت سيدي اصاله تسلا صور مرنا وحيالها المتكفله جدع حسن اللي حيالها تواسوق النساء ايضا موضوع له هذا ما قال ترى امام الشافعي مركي مكور هنا وكلام حتى انه قيدين واحد السوق نبغى عمو صغير وابعد ما وصلوا لني لكن وين رايك على بحار يوشا اقول له يعني شيء يعني والمحدثات من الأمور الضربان وهي يعني دتكو أي كيرين أو عصم وعلى بقيمه شافين دورناي ولما وحاولنا هي إمامك بيهق اللي إذا هذا كتابك كتاب مناقب الشافعي وليه هي بكورناي وصحيح عطاك شافعي وليه فبقى دتك وشك وحن تبقى وقت يصلي دوابات المحدثات من الأمور الضربان وهي على هدتكو ديب أي كيران وعلى بقيمه ما أحدث يخالف كتابا أو سنة أو أثرا أو إجماعا فهذه البدعة الضلال وحوثوا يريد تلك السؤال الرسيلي قرآن كسوه الجيلة أما سنة كسوه الجيلة وخلافها أما أثر كسوه الجيلة أما إجماع كسوه الجيلة كاسوها وحوى بالله أو بادي أهل كلها المدوشات ما أحدث من الخير لا يخالف واحدا من هذا فهذه محدثة غير مدمونة وفي الواحد يفدد لك يا نبي سنوغي وأن كسو أرجي من كتابك يا صمدي يوحى على صوشيك أن كسو أرجي مقرا وخير أخوح ولا أفسنع وحى سوى وحى لسويت الرسيل لكن وحى ما هم بويدوا وحى الله يضارنا هي أو العيرين هي ما إسلوارك الشافعي وحى سنتك لكورنا هي حافظك أبو معين ليلاده كتاب كي سحرية الأولية اللي قاله
وأصله قيمنا أيوه يري ما مشافعي البدعة بدعة تاني وحلا بلا والله بقيمه بدعة محمودة وبدعة مدونة وحلا بلا ووح ونكسنا والله ما نهي يا وحلا بلا ووحنا فما وافق السنة فهو محمود وهي ملك السنة دي سوافقه ودليل لوجه الكرام ما الله عسقيا له دليل عامها هذا ما الله عسقيا وهي يلان كلا والله محمود وما خالفها أهو بحي النبي قسولي دي سكا سوري جيدا وعند النبي قسولي سوري جيدا سوري جيدا وحي مغانا يسا حتى مطالع حتى عاني رحمه صلاة دمرك اللي تكدو لبدو عيسان كرو أذكارنا لما عرفين كرو وعند دي لعب حي سنة النبي قسولي سوري جيدا سوما لك حتى عاني رحمه صلاة دور خواصة تحرق أحلا قد بوا وكلاي وعند دي لعب مغانا يسا مرك واحد سنة دي سوري جيدا وحي النبي قيبي واحد خلاف سموي وصنة النبي أما هم قطنا أيه روح يقصوا دكتور ماشى كسارة أيه بحين مركز صدى أنا هاي وصلنا النبي ماشى كم بحين هاي أنا هذي جريني وعشان وأنا سنبولي مركز الله ولا هذا ربا كيو هلا لك النبابة نقول سوق عطي ما مشافي هو تدري سنة هي عمر هذا الكيسي عمر مركز تلاويه ناس يا بالله يا مرت على وطنك مركز بالله يقول له سيد البخاري ودي غاية نعمة البدعة هذه وحلا بالله وأنا سنو تنا وفي عن إذا النبي وقت يجيسي لو أتر هذا قبل التكرار أما تراويح لا ينتظر اسمه جماعة يسوع أو اسمه بيش اللي قلت كنا يقولون ما في تكرار اللي تكون أيام ما عليه كريمي النبي تهجد في رمضان يدعي صوم البوا عائشة وعطيلة هاي ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة مرك النبي يقول جل وعلا إلى هذا قيام رمضان قيام رمضان هي قيام الليل كقرار النبي يقول سمين جل اسمه البوا هاي ما كان بدناه لكن مثل بعض الأشياء الله يمانا يوضفك إمام الله يرى يولا جمعنا يحبك نوعانا وحاول وحا سبيل عمر بن الخطاب لأنه سوى تهجد هيا إنه يهب لنا أصحاب في السلام بيروه كده لكن تهجد كاسي تهجد كيس عادي يا أبو عمر رمضان أكله عمر أكله عبدالك الأبوة سوى ما لك مركة مركة وصيفة سيلة هيا معناها وفي مجد يذابه يرى عمر أخرين تعم تراويه ده أول مجرم بوي فصل وجدي مركو صيف السلام عبد الله بن عباس يقول لي بعد جوه عن جيله شاف له يقول لي معناه هذا كيف مفسرها يا عمر تراويح البجري يقول لي وإذا كانت فليس فيها رد لما مضى حطيها حتى تبدنا وحي تجي كبس ورجي دوا وحي تجي كبس ورجي صوت وحي تجي إلا هذا عمر لو كلو سمي وحنا هذا سمي وصلاته رمضان بعد اللي تكره هي جودها من قيام رمضان نبي جوا وشيء قيام رمضان نبي عليه السلام والسلام هذا فقر قول عايش يا سيد علي برضت في موقع أصحابها برصيدة قاد متحدر الدين من بعيد الله بحر طب مركب واحد من عيدة مركب اللي تقول ماشي ولا انت عيدة اللي تكون صلاة سكت وكذو هذه عيدة اللي تكون لك بعي صلاة سكت وكذو قرى مركب ويدي سنة وكين لي برضت كاكورة صلاة لها كلا تكون عيدة اما كورة ما نعطيك ولا مرنا مركب روا كامس مرضى بيكو سعيدي انا هو في اللي مركب عيدة وبيحي جلي أصلوا صلاة كنا هي أمكوا مرنا هي أمك قرار مرنا هي ما عليك لكن نتك أشياء إنسان هذا صلاة هو وحي النبي يقول لي يبيد بوي مرك أنا وكل يبي ما هي بوي قال لي ما هي بوي هو إله بوي أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى إله بوي بل يقول رب نتك أطول هي بها يؤدي لها يهدو صلاة كنا وكرك أنا ماشي قال لي ما هي بوي صلى الله وعلي من هذه الدارب عليك حتى مورا ورنبه بس ما ينجرب هذا ما يروح على تقول الله صمم بضوء غير الوقت صمم بضوء غير الله إسكال فرنطة وقت اللي عرفتها تقول كتا وكري دعيني هو سنة دي مالك هدان مطارا مصوبة حنو وحيالها الشبهات كقديقة حيالها يدتك الشبهات كقديقة وحيالها بضم لك مروا حيالها احتفال قوى بادرو محيالا نبه ما وصن صمعيني احتفال قدر ما صمعيني قلت أولا وحاب خرب أو أن أصول الشرع على أما أصول الفقه بهن نقطة أما علوم حتى علوم الحديث كلفت جل بهن نقطة أن وافق صني إلا إذا هذا وحص وبعض الوحي أيه نبي محمد ما صني ما فرق كريم صوت وحوى وحيالها اللي تبي سلها يا وابصدة وح اللي تبي سلها ما فيه كسكريا ما نبي يقول في سوى دليل لو هذا هذا كل وافق ولا تبي سلها وحوى إذا هذا ربي يسبوه يسبين حيث هذا الواحد جرى سنوين علوم هذا أدر كيسو نبي قول في سلوات الرسالة لكن في عكسة عن لوات الرسالة هذا مركز لقاء الله أيو سنوين مغرب كقوة الرسالة أنه هذا واحد بضموا أبعاد
ولي ما أعرف المضى يو صوقة أنا هي حديث اللي النبي محمد صلى الله عليه وسلم تقنجي الدارم بجد ذري حديث صلى الله عليه وسلم ولا خوي مو ولا حكي سنيو تاس ولا مري وراه فاضة هيبا حتى لو قرين اللي جهبا لمن بالرجال وهذا ذات كان داكي سيكون ذي روا على نومك وحديد هي هذا نبي ما وصارا أصحاب ما أنا سمين سرف ما سمين ذاتك كلو طمع وما سام ورجل قفلت حتى حديث كروه واحد يقول ورجل وكلاي لم أجد هذا الحديث أو لا أعرفه حديث كانوا ما أنين أو ما أظن هاي روح لو قفك من عالم كاي أوقف ما لقينا وحول بقابة ونبي قلنا بقولي هذا حتى هدي حفدي سيابون تسوى زيادة تاعي ما هو ربما محسوس عنك لو قفك قلبي قال من سان كسابه وانا بقول مرك هذا ولي ما أعرف أنت علمت روح يدرس أدوار سنوين كان كلا ولا في سنة رجع بعيسى يصوت عليه سلام مثلا حديث كيف هو أنا بقولي بين كل أذانين صلاة سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام حديث يلا صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب الى ما كان دمر الى هذا لمن شاء كل اصحابتي اللي تكلم ايضا واي سو مقليا وحديث كي ورنا هي كان اصحاب رسول الله يرتدون الصواري في المسجد ما كي مغرب كان لازم بيروح كنت دبي دين في ركب سايد كساي وتكلان سنه كون ليس مو مره سنوي واحد كده حتى واحد لو تدرس يا كليا اي تاي نبي قومك waxay la badan hadda waxa jira umumaadka quraanka ama umumka ku sugan nabiga abaashii saxulmada uu tii islaama wada qaatay laakiin nabiga ficilkiisu waa isagoo maane koo marka sida usuu shaan culimadu ay dejiyeen oo ay ku binaysan tahay kayfka aad quraanka iyo ahadiisa u dhalisanayso saddex waxyaalood baa nabiga loo dhalisay xagga sunnadiis hadalka nabigu uu ku hadlay waa dalil hadduu rabo inuu sameeyo wixii nabigu uu sameeyay oo uu faray waa dalil hadduu rabo afka uu san kaga hadlo wixii nabiga agtiisa inta lagu sameeyey uusan mucaarado ku samaynin taqriir baa la yidhaahdaa mana sameynin dadka kumana hadlo ayadana waa dalil marka waxaa khalada shay markaad ardinaysa inaad tilaahdo haadaa baatiru lianna rasuul allahi lam yafcal waxa weeye haddaad dalil haysa waa inaad tilaahdaa haadaa baatil لأن رسول الله لم يفعله ولم يدخل في أقواله ولم يقرره مركز وقالت شيء بالكل عام كل كذا كم واحد مركز هذا يوم شو هذا يكاد يكتين من كان ما في له هو أي رهدان حتى واجد ده مثلا وحيالا نبي بقول إنه مولد كيس وينين هي تصنع هي وترى هذا إيش يعني وصلنا إسلام تصوم جلابه وخلاقيه وقال شيء ده شيء يسوي كوه دي أصور رسولة أنت حول الدورة عيا وكله لكن بيش موريد كوه كله ما كله جو إنه ذات كله مشيريو احتفال كان وخلاص ما ينبو عليه سنة وسلام ما كو لكن ما سمين أنت عسي ما كله يسوي كده بعد دي هذا يروح حول أرسلين شو هذا مرك مو عاصة وهذا من مكان سئ لي نادي لذوق ما واحد على أصحابك كده هذا كذا عليه أيوة لا في واسكة عيد بخاري أيها الوحي مرنا هيا وقعد يا ماما مكي دعلي دقال وين بوضوها أصحاب ظنوا قراء قرأي قرآن كحبت سلامة قوة وطي دقالك أبو بكر بقى مركة السلام كمرحوة أو خليفة رسول الله يعني قرآن كم مركة مقرين قربة أصحاب تكبر رجل دماء قرآن كم مقرين أصور دماء يسر المقرين ففوف آيات أما الصور يملكوا قرطمان عمر بنتوي يا ريب وحييني أصحابتي وأنا كنت أقول جهاد بلوم جل ذات كقرابة. ترى على كيما ذنب أخونا ما أنا هي ولي وعطى يا ماما ذنب أنا قرابة أكون دمتي. وحن كعب سنة هي أبوي. وحن دم عيبي القرآن كينا نقول من أمير كلي عن قرء. هذه سيرة الله دايو. رجع الله يفعل رسول الله. الله حمد الله رسول سوين بسوين بس. لما يبي القرآن كقرء سهل قبول. القرآن كون أنا لما تيجي لما كاسة ولا تيجي. أو أبو بكر يقول لك يا ولدي يقول لي إنه خير أنت أنا هو خير أنا هو واحد ولا أحسن لكن أبو بكر صار يقول لك أنت هو الأحسن يعني أنا حصلت تسلسل في الأمور أبو واقع هي والله أرضي عمر مكة أبو الليل يعني فما زال أبو بكر يراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح الله صدر أبي بكر أبو بكر مدني من غير هذا الكين يجوع العلم هذا واحد تصارينا هيو إلى إلهي الله أبطينا وواسع وقته وهي أبو بكر لا تسيرها الواسع وقته وأقوى أبطينا فرانك وطرينا هيو
نبغو يوسف بقولي وحي مركب ويرين نين حقادة أصحابته كم درجة وجود درنا على وزيد بن ثابت اللي بقول يعني ما وحي نبي نجيب له قرآن كقرط أصي ما له الله قديم أصي مركي واقع يعني أزمة شو هذه وقاعد بصعد على وبري كيف تفعل هذا الشيء الذي يفعله رسول الله ما هذا سمعني سامع النبي عليه الصلاة والسلام وسمعني وأبو غالب عمر كي أول قنعي بين تسعب لي بوحي إنه والله خيب يواك بما إلا أبان كنت أفضل وخلق أصيب ما حظا هذا هو بالليل زيد بن ثابت مركي أي قنعي بالليل يا أبو بكر يا عمر ما أنا يدين إلى المسرع الأرمى أيام حتى شرح الله صدري من الذي شرح الله صدر أبي بكر وعمر إلى أرجعنا إلهي لا تيرا وغواصيه وحي أبو بكر يا عمر لا تود إلهي واسمه مرك حتى أرين تاس مرك كهر تبين وحي سكوك العية كله وهو هذا خيره عينه نبي محمد صلى الله عليه وسلم شاب هاي ما هاي يا رج خير كم حات سلاية خير كل أدلة عام وبلا رب لي طب القرآن كسر إلهي كمال عوف عرب خير إلهي بقول لي وح خير تاس مية لعلكم تفلحون إن الدبان تانا من الدين وأكون marka waxa la arkayta dadka hadda ihtifaalka ayuu waxay rabaa in ihtifaalka u raadino dalil oranayo bisha bawriska marka la gaaro nabiga waxa laga sheegay in la isku yimaado oo xoolo la qaro oo qasaayid la warkaasi dima hayna dadka raadinaysa laakiin waxa ma akhibo laga qaado waa cadan waxa marka arkaysa sideedaba sheegu markuu wanaagsan yahay dalil khaas ah shar dima hatta nabi muhammad nabi muhammad fi wax loo waxyoolay hadith sahiha ورنا البخاري مسلم لبده ورنا إيه متكود ورنا هذا الشكل ما يقدر وصل حديث كذا وصل حديث معروف هو قياسه حتى هو في الجري سام في الله النبي قاول وكشف كي فرضها أجرك حالة دولة معناه قارون وش هذو قف وجد يري وكش كش غي سوا كلا يري إنه قاها يان عصو يوه إنه عصو كلا هذو مسلم كقول له يو دجال كقول له يو وزري هذو كجها هذا مرك جهات كبر وكش كي مرك خير كلو قمنا هيو أجر فرضنا إني لي marka suuxu tilmaamaya faraska cunadii aad siisay wax alla uu cudo xasanada in lagu qoraayo marka xayta waa adeegsanaysa digadiisa xataa xasanada in lagaaga dhigaayo haduu boodo faras waa ka hadba booday boodadiisa intii uu boodo xasanada in lagu qoraayo raadkiisa in waxaas oo markii nabigu uu tilmaamay nin baa nabigu uu intii uu dhigay nabigu dabaaraha la dalka waro alaayaa ayuu sabartay sano oo dabaaraha isay barkelibaa nabi maxamed ku jawaabay fiin وَهُوَ يُرِي مَا أُنْزِلَ عَلَيَّ فِي الْحُضُورِ إِلَّا هَذِهِ الْآيَةُ الْفَاتَّةُ الْجَامِعَةُ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى بميرا اللي هو مسؤول دجين بوير وكذا التفاصيل فرضها كذا فرضها وحن والله وحيود أريد بميرا دليل أنه هي مجرد دليل عام كا آية كريجة الله والبكر حيث أن آياتنا على رضا الصيغة بكاء عبد الرئيسة وخير كي يمهو شرطي قرآن كم يدى كليلة كجيدة وغرق يسامي كعبد الرئيسة خير كي جانبك أما مركة كعبد الرئيسة شرطة وكري لكن هل آية وصنع أول أقول من إيسا قرآن كم يدى سامي وإله يبدو لي قف كي سامي نور عسن ميزان كي أو خير وآركا هيدا قف كي سامي نور عسن ميزان كي أو شر وآركا نبو هديتا ميرها أجل من لقيه الأيان ليلي بعد ما دليل خاص أسجى له شيء قرآن كي بودي بقول الله أستجيب دليل كي عم كعلي ورانا دليل عم كمحمد ودي ده نم محمد الوصل تجيب أبو دليل عام دليل سنة أما يا محمد نروح حيوني أو من خاصة بقى نروري حتى يحصل اسمه ورانا الحقيقة لا أدنى ما يا صار نروح ما أخذها مرك وحوي وحيالها ما أخذها يا عمر الله يكفاك آديات حتى متى أروك عليه واستنباط آديات في عن أنت عرما قال كودو صاي سوو سو خيره وانو بي ادم باركيده لكن ما شي واحد هو marka muuqan hayo waa ka adarkaysa waaye marka hadee waxyaalaha laga qaadan karo mesela waxa kamida maana war soo qaad kaarin jiray niman dambo hadee ayuu soo qaadan hayo waa hada suratul maida fil qurayn ci nabi ciisa loo diray baa inta uu yidhi waxa yiraahdo hal yastati rabbuka an yunzila alayna maidatan min as-sama waxay ilaahay rabbiga ma awooda laakiin culimadu waxay leeyihiin muuminaan bay ahaayeen waxay uga jeedaan ilaahay ma noo yeeli karaayo ma samaynayaa cirka inuu xeerka ka keero oo cunaan nabi ciise waxa uu
قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين وإلهي كعب صدوا إلى هذا المؤمنين سألت هذا يوم معجزة يتلبنا هيا نبي عيسى معجزة يفر بضم بيكو أركيا وحي يكو أركيا قفل انتول وصوى مورينا هيا وحي يكو أركيا قعنتي سوصا هدو أمر يمد إمدالاء يمد برس قبل اسكا عافي ما لها إلا قرانكو إلهي قصوى أصبوا يبو حتى اسكا هدلاي وهذا اللي قاية وطولها وجعلني مباركا أينما كنت نشان هذا هو في قد قمتي إنه ضدك انت نورينا يا قرانكو إلهي قصوى يحيي الموتى يقول له ما هو الأبرس مالك أيها وحيانا وهوين أركي إنه يحدي له هذا هو في يا أيوب ألم أكر أغنيتك عما ترى أيوب وحد أركي سموانا كادي يضنبوي أركي أسوحي النعم إلا هو أركي أغنيتك ولكن لا غنى لي عن بركته إلا هو بركة لا أروك أم أرموي إلا واحد صلى على إلا هي يكون وصفتها وإن كان هدر كسو دعوة مباركة وهي موت ربي مباركة هاي إلا هي مش أسوحي كدية وهذا الآد من يده وقاسوتها إلا في حيارة معاص وقراء ولمض ويك هذا الشيء منك علم لقبتها الدونة هي أنا وعوية ولمض بنتها كدريس أفكار حنو الرقيس والناجل أهوي وعيدة كواخرية وهو حقيقة أن أنا كويري وهو عدد وحقيقة أن أنا ضد مضلين وضد كبومية بيؤمني لكن وهو أسكب بنتها وايها مركة مركة يسيلا إلى هذا وحيا نريد أن نأكل منها أنا وحكا عنا دوني وفض ما إلا قلوبنا قلوبتي أنه أنا حسشان دوني لأن الجزاء هرت الله أنا رقمي طمانينة القلب لي زيادة نسامة ونعلم أن قصة دختنا إنا نوضح إنا نبنو شكتنا أكوغانو فصل لما دي خيرات كي أتيغني ونكون عليها من الشاهدين أنا أقول أنا مخاتك النظام أبي قائنا من الجزاء الله تبقى حيا لا أصي شيء نبي يقول أنا هيا الموت نبي إلهي مريم قال يا إلهي القرآن قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال أنت ويواهو كقاتي مركب أيوه حي ربان بحق الجيري وقال جيري إلهو واحد سمد النوغس ودجي ساحيرا تكون لنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا معناها يوم ما رمت أيسو دكتور عيد أي نوم نقريس عيد أنه أن وينين أي أنه قريس ميت كيني هو الرئي يميت كيني دمي فصيرت وعي هذا وحي صوى فوضى ما رمت عيدة وعيالا هدى أي ويدية قلوي كم هو مسيحي انت هدى ما انت وعيالك يسينو بعض سعونا يا كم بلوة كبيرة يا لا عزي كتب ولو أيوة أنت مسيحي دادتك وصوى ديرا ويسانا يريم بلو إسرائيل بيها لكن ما عشان ما لحلوك وايا وكوف مركا معناها نجي الى وحاوي حدي نبي عيسى وهو اركاي حيرا معجزة يعيرك اللي يكيني ما رمت يسوي تكتو ان عيد لغد يقو اولا وينيو انا يمرنت ايات هو اركاي نبي محمد ما رمت ودشو حال مريني بل حيرا يا نبي محمد اسبار بردين عليه سلاته وحالا اسبار بردين كان مركا بيجي وكاي هذا مخلوقات الله يا نبي يسيري الهي هو يليني وقرانك وقوه إنيني نبي إلهي أولا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أي فضيلة وأي درجة أعلى من هذه الدرجة الشريفة إلهي يا ملائكته سواحي كصلنا يا نبي عليه الصلاة والسلام أحد أمرك ما رمته لشينا متعظيم منه إن ما أنت الله أركو اللي إله الله وبادي وحارب وكو وحن جاء الله إن أنت القيسي وحكمل ما المهنة روحن ما الله يبين ساكد كالله أدى أصوك وإسكا كنت الرعا وقم الرعا هي وأصوك قرآن الله يكو صوك القرآن وحقا محوها وصوقات آياتي محوها على الله شيء اليوم أدمرت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا آيات أصوحة وهي النبي عليه الصلاة والسلام حاجة الوداع صلى الله عليه وسلم على فاية الجمعة في قصة الدكتة أيضا الله ترمام هايو نبو أدوك الله رب الوضي وحي يربو كدب بيهم حي يري الحجة سوى دكتة بو كدب بيهم نبو الحجة محرم صفر فبعنا هو اللواء بيهي رب الله بارك الدين تمنى نميسة معنا إلا يقول لي اليوم أكملت لكم دينكم ما أنت إيمان دين كما يدين نميسة وأتممت عليكم نعمتي كركي وكركي نوحا كنت ما يصير نعمة ليه
ورضيت لكم الإسلام دينا دين تان إسلام كا أيام وحن رال إذن كذا دي رال إذن كذا عادير دين كذا دي دين معني سوا ما دين وعلى ما يتدير روح ما قطع مو أنا دين تطعن كذا توا مكان وحن إسوا مكان كيف سما إسوا مكان سوام دين تون هذا نكون نقطة ألف تيجي أسمع مكان هذا صاحي هذا دين تي عن ورد ما يصير عليه احتفال كارو كلام تكيمينه مدين تامان قصايد ونبوح هناي هذا الباقرة ما هي الدين تالا ما يصير مركل الليل هي لفتي هي دين تالا ما يصير كذا ما حاكم له صباح واحد وحي نبوح لي مرا الله صوما نبي محمد صلى الله عليه وسلم قالني واحد ولا أحسن إلا سوين كذا صلى الله عليه وسلم ربها المفرون من صنة سنة حسرة بل صلى الله عليكم بسنتي وسنة حتى خلفاء الراشدين والنبي من فريق ولا قال انت لي النبي قال لي سوى حسب لي مالي ابي كان بارك تراويح العمر صلى الله عليه ابو بكر كل رياسا قران كجمعي واحنا نبغي سميه ما تراويح الان هم كان وجماعه انا وعمر باب الله واحنا نبغي سميه ما ابي كان هو جمعه جمعه الله تبارك وتعالى له وقت النبي وقت يجي خطيب كمركو من بركه فريسه كاكر الى جري كان هو ياكو زياده عثمان بن عفان مركو خليفه هذا مهم وزيادي في هذا قياس بالله استعماله نبي وقت يجي واحد لقيت المح وحالها صلاة الصبح دمت مرك النبي وجد يوم محايا إلا واحد وي دتو هبينك والله سهل وقت فردلا نوال وما شو ما مرك قفكو هدي أدين كدم ب كلية هدي الله قد يقو أنتو حوضا دوار توقفكو هدو ما الله ردلو مرك هراء أدك عدوا كوكو دقين فاولية موقتا نفي شيطان نوال جلاله أنتو سرروا أيو أنا كبعد مسؤول قال هي سقى أنا أنت وعاطف دفتر ذلك قلت له مركز سلالة أنت قال هي إنه مركو رسيب أنا أبو بس لا مش شيء سيتوصل بس ما مركز هو عارفين نبي قال مركز يحل لي عثمان لك يعني مسلمان تي أي بطل هل مسألة دي بعد أنا قلت كم كيلو بس تكلم نبي مركز نقال لي نواب بلارت هذه مركز أرضي كورة كلية لو داعي ومتكلم بكلية هذه لو داعي هذا مركز يعني داعي سدد بدن يسيب على كسر داعي أصلاً الصبح هو قياس قال أنا هيوكم جديد مركا إنتم الله أمري مين الزورة اللي قال إن لقاعد دماغ